ازيكم حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل اكله جميله جدا للاطفال بالبطاطس المهروسه، سناكس لكل الاسره عندك ان شاء الله باذن الله هتحبها. المقادير زي احنا عندنا 2 معالق كبيره، المفروض لو عندك جبنه بارميزان تحطيها، دي ما كانش عندي فانا عملت بالجبنه الرومي، انا بشرتها بالشكل اللي هو قدامكم دوت بالمبشره. دي 2 معلقة كبار من النشا، 3 معالق كبيره من اللبن، بيضة مخفوقة، رشة ملح ورشة فلفل، ودي عبارة عن المفروض هي بطاطساية كبيرة و 3/4 بطاطساية كبيرة برضو، يعني بطاطساية كبيرة و3/4 بطاطساية كبيرة، او بطاطستين انا خدت ربع عزلته، او لو احنا عايزينها بالقبض هتبقى عبارة عن كوباية، معيار كوباية و3 كوباية. ده بالنسبه لو انت عايزه تعيريها بالكوبايات، يعني عامه يعني معيار الكوبايات ان شاء الله. يعني لما اعمل او لما نتمم السنيكس الجميله دي ونخلصها احب اشوف تعليقاتكم واحب اشوف تطبيقاتكم، يا ريت تبعتوا لي صور التطبيقات الجميله بتاعتكم، وان شاء الله هنفضل دايما في جديد وحاجات جميله جدا تسعدك وتسعد اسرتك واطفالك باذن الله. انا دلوقتي هرست البطاطس، هبدأ ان انا احطها هنا واحط جميع المقادير عليها، جميل، وارجع لكم باذن الله. انا خلطت المقادير هنا، بس انا حبيت ان انا احطها في الكبه واحط اللبن عشان يخليها ناعمه. رجعنا لكم تاني، هي البطاطس هي قدامكم، انا ما زودتش وما احتاجتش مني اي لبن ولا حاجه، هي بالمنظر اللي انتم شايفينه ده لازم تكون ناعمه. هبدا ان انا احطها هنا في الام واحط الهواء، خدوا بالكم انا ما فتحتش الام او الكيسه دي من تحت، هبدا ان انا اطلع الهواء عشان ايه اضغط كده عشان تبقى يعني ناعمه معايا، ما يبقاش فيها بقدر الامكان اي فجوات. وزي ما قلت لكم ان احنا حاطين الزيت على النار عشان يسخن، فانا خدي بالك انت تبقي فاتحه من هنا فوق عشان الهواء يعرف يطلع. وبعد كده هبدا ان انا اقصها من تحت واورجيكم ازاي هنعملها في الزيت وارجع لكم تاني. دلوقتي زي ما انا قلت لكم ان احنا حطينا الزيت عشان يسخن على النار، ودلوقتي انا هنا زي ما انتم شايفين كده بس انا قصيت، شايفين؟ طبعا هشكلها الاشكال اللي انتوا شايفينها دي كده، ان شاء الله الحاجات دي هتلاقيها دي. انا قلبتهم دلوقتي وطلعت الصغننة الجميلة دي. هكمل طبعا بقية المقدار وارجع لكم. بس الزيت اهي، رجعنا لكم تاني بقى لما خلصت كل الكميه، وده منظر السنيكس اللي قدامنا اللي هتعجب جدا الاطفال، حاجه كده روعه 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 بصراحه، يعني مقرمشه وطعمها جميل. ولو انت بقى عايزه تحطي جنبها الصوص اللي انت هتاكلي بيه، سواء كاتشب سواء اي حاجه اطفالك بيحبوها، عايزه تحطي كابوتشو جنبها كبرزنتيشن يعني كويس، اللي انتوا حابينه بصراحه. هي بصراحه جميله جدا، يا ريت اللي يعملها ويطبقها يصورها لي ويكتب لي كومنت، ويا ريت كمان تعملوا اعجاب للفيديو. واتمنى كمان ان انتوا لما تعجبكم بجد تدعوا لي انا وزوجي دعوه في ظاهر الغيب وجميع حبايبي في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.